بتاع انتصارات ربنا. فيريرا سببها التوفيق كابتن ضياء؟ هو احنا محتاجين التوفيق في كل وقت، لكن هو مدرب كبير طبعا، عنده خبرات ومدرب كبير يعني، هو مثبت طريقة من ساعة ما جه الزمالك، بس في الأول كان مضطر انه يثبتها. عملية التجميع الديلي التأخير في نص الملعب بتاع فرقة الزمالك، وبيقفل العمق طول الوقت، بيقفل العمق. عشان كده الفرق بين المباراة دي ومباراة سيراميكا، هو درس سيراميكا. سيراميكا خطر جدا جدا من العمق لإيبوكا وأحمد ياسر، وكل الشغل هتلاقيه من العمق في الماتش الأولاني بتاع المصري. أيوة. والإجوان كلها جاية من العمق، هو طول الوقت بيقفل العمق ويسيب الأطراف دي، بيسيبها لأن لما بتيجي هو عامل زحمة بالخمسة ثلاثة اتنين دي. أيوة. بتعمل زحمة في القلب. أيوة. فالنهاردة اختلفت ده، سيراميكا كان مصر انه يهاجم من العمق، النهارده في اختلاف. اكرم اشتغل، علي معلول اشتغل، عبد القادر اشتغل، يمكن طاهر اشتغل في الاخر. فمع تغيير الخصم عنده، انا بشوف ان كولر تفوق في التكتيك بتاع مستر فيريرا. أيوة. اللي هو اضطروا انه طبعا الجون ساعده، ان الجون جاي بغلطه، لكن لو مش انتشار فرقه الاهلي كويس، هتلاقي زكريا بيرجع الكره لحسام ومفيش حد احمر هنا. لكن شرف فرقه الاهلي حتى في الضغط العالي، ايوه، منتشرين، كل واحد واخد مساحه بحيث ان الكره لو جت فيها يقدر يا يوقف الخصم لو خد الكره، يا اما يقطع الكره، وده اللي حصل. فده عمل رابكه، خلى انت مغلوب واحد، لازم تضطر تغير وتفتح الملعب وتغير في التغييرات، اللي انا شايفه انه عمل تغييرات صح. يعني انا بتكلم انا وائل، قلت له النهارده تغييرات كلها صح، لكن تشوف اللي هي تغييرات فيريرا، لكن لما تبقى التغييرات صح وتتغلب هيتقال عليها تغييرات غلط. لكن احنا طب كابتن وائل شايف ان التغييرات اصلا ما كانتش صح، ولا ايه رايك؟ لا فيها؟ احنا قلنا التغييرات صح، تمام، وده حصل فعلا بيني وبين الكابتن ضياء. قلت له هي المشكله ان خسر، فممكن الناس تفكر ان التغييرات غلط. تمام. لا بالعكس، انت راجل خسران واحد، تغييرات كلها هجوميه، غيرت الطريقه، وده طبيعي ان انت تلعب باربعه وتغير الطريقه. لكن احنا كنا حتى بنتكلم بره، بنقول بنعاتب بس على تغييره الجزيري. احنا شايفين الجزيري ما اداش الاداء اللي هو مقنع، بس لكنه المهاجم الوحيد بس اللي عنده، لانه المهاجم الوحيد. فانت النهارده خسران، فطبيعي لازم تسيب واحد داخل ال 18، ودي شغلته ان هو راس حربه. لكن انت النهارده عملت ايه؟ حطيت زيزو راس حربه، وبعدين جبت زيزو من ناحيه اليمين حطيته راس حربه، وبعدين حطيت يوسف اسامه نبيه ناحيه اليمين، رغم ان هو اصلا بيلعب ناحيه الشمال. وشيكابالا اللي هو بيلعب ناحيه اليمين لعبته ناحيه الشمال. هي قبل ما في اخر خمس دقائق شيكابالا، هي دي الحاجات برضو اللي انت ممكن تقول ايه، خانوا التوفيق. مش هقول لك بقى لا ده عك، لا خانوا التوفيق. يعني انا لو بتكلمني، لا طب انا احط يوسف اسامه نبيه على الاقل. لو انا عايز سيبك كده، احط يوسف اسامه نبيه راس حربه، لان هو لعب في الحتتين دول، لعب جناح ايسر ولعب في نفس الوقت راس حربه. فهو ما عملش كده، بالعكس هو بوظ الثلاث اماكن. يعني حط يوسف اسامه نبيه ناحيه اليمين وما بيلعبش ناحيه اليمين، لاعب شيكابالا ناحيه الشمال وهو اصلا بيلعب ناحيه اليمين افضل، لاعب زيزو راس حربه وهو مش راس حربه. بص الثلاثه. لكن هو لو عدل، لان خد بالك في اوقات انا ساعات بجرب الدنيا بتمشي معايا، لكن مش الوقت ده اللي ينفع اجرب احط واحد كل واحد في مكان مش مكانه، لان هي العمليه زي ما بيقولوا ايه بالبلدي مش مستحمله. انا عايز اعدل الكفه عشان انا خسران. لكن التغييرات، لا التغييرات سليمه. كنا انا العب واحد في نص الملعب والعب باثنين وبعدين واحد قدامهم وبعدين ثلاثه وبعدين راس حربه، لا ده طبيعي. خد بالك ان انا عايز اهاجم، انزل مصطفى شلبي وبعدين اعدل الطريقه، لا ده برضه انا شايف طبيعي. لكن هو